أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: من كان يعمل معه رافضة يسبون الصحابة، كيف يتعامل معهم وكيف يدعوهم إلى الله؟ لا يحملهم، حملهم تعاون معهم على الإثم والعدوان، مش يبيبهم يحملهم، وآجارهم حرام عليه إذا نقلهم إلى أماكن، إلى مكة أو إلى المدينة، تأجيرهم حرام. نعم. وإذا كان يعمل معهم في وظيفة، يؤدي عمله يتركهم، ما عليه منه، يؤدي عمله، لكن إن كان هم اللي مستأجرينه لا، ما يطيع ولا يخضع لهم. أما إذا كان العمل من ولي الأمر أو من صاحب سنة وعنده عمال من هؤلاء وهؤلاء، هو يؤدي عمله ويتركهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.